الإقليمية ديال مراكش. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ عدد مساء اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه الموجه ضربة جزاء الرجاء ضد المحمدية صحيحة وخلقات مجموعة من الحالات التحكيمية الجدل خلال منافسة الجولة العاشرة من منافسة البطولة نهاية الأسبوع المنقضي. أبرز هذه الحالات شهدتها مباراة الرجاء وشباب محمدية إلى جانب ردة فعل الحكم رضوان جيد لسرقات الأنظار في مباراة يوسفية برشيد والمغرب فاسي. القناة الثانية أجرت حوار مع الخبير التحكيمي محمد الموجه من أجل مناقشة أبرز الحالات التحكيمية لشهدتها الملاعب الوطنية. وفي هذا الصدد أكد الموجه أن قرار احتساب ضربة الجزاء لفريق الرجاء كان صحيح، فالخطأ ترتكب في حق زريدة على مستوى خط مربع العمليات، والكل على علم بأن الخطوط كتنتمي للمساحات اللي كتحدها. البعض تحدث على عدم عودة حكم الساحة لغرفة الفار لمتابعة اللقطة. هنا كان القرار يقيني بعد تحقق الحكم المساعد في تقنية الفار بارتكابه، كما أن العودة لمتابعة اللقطة في شاشة الفار ماشي شرط على حكم الساحة. الرجاء الرياضي يرخص لبوزوق بالغياب عن التدريب وبنسبة كبيرة سيغيب عن مباراة الرجاء المقبلة. وفي تفاصيل الخبر رخصت إدارة فريق الرجاء الرياضي اللاعب الجزائري يسري بوزوق بالغياب عن التدريب بعد سفره لمسقط رأس قسطنطينة بسبب مرض والده اللي كيمر بوعكة صحية صعبة. ونشر الفريق الأخضر بلاغ عبر صفحته الرسمية موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكد فيه ما يلي: رخصت إدارة النادي للاعب يسري بوزوق بشكل استثنائي التنقل على أجل لمسقط رأسه على أن يعود في أقرب أجل ممكن للالتحاق بالمجموعة. ويتمنى فريق الرجاء الشفاء العاجل لوالد اللاعب يسري بوزوق، وذلك بعد وعكة صحية ألمت به. وكان بوزوق غاب على مباراة الرجاء وشباب محمدية بسبب سفره للجزائر للبقاء رفقة والده، ومنتظر باش يغيب نهاية الأسبوع للقاء فريقه أمام ضد الزمامرة لنفس السبب. عاجل العصبة الاحترافية تحدد موعد مؤجلات الغريم التقليدي وموعد مباراة الرجاء ضد الزمامرة. وكشفت لجنة البرمجة التابعة للعصبة الاحترافية على برنامج الجولة 11 من منافسة الدوري الاحترافي، كما حددت اللجنة موعد إجراء مباريات الغريم التقليدي المؤجلة أمام كل مولد جوجدة وكذلك أمام اتحاد توارقة. وحددت العصبة يوم السبت 9 شنبير على الساعة 3 زوالا كموعد رسمي لمباراة الرجاء ونهضة الزمامرة بدون تحديد الملعب اللي غيحتضن هذا اللقاء، إذ مازال محسم فريق الرجاء في الملعب اللي غيستقبل فيه نهضة الزمامرة، مع العلم أنه بنسبة كبيرة غيتم استبعاد ملعب العبدي بالجديدة بسبب انتقادات المدرب الألماني جوزيف زامباور. تصريحات زامباور تحرج بودريقة مع مسؤولي الدفاع الحسني الجديد. وفي التفاصيل حرجت تصريحات الألماني جوزيف زامباور مدرب فريق الرجاء الرياضي اللي انتقد خلالها ملعب العبدي بالجديدة رئيس الفريق محمد بودريقة اللي اضطر للاعتذار مسؤولي الدفاع الحسيني الجديد. وقال زامباور عقب نهاية مباراة الرجاء وشباب محمدية أن الظروف المثالية للعب ما كانتش متوفرة بملعب العبدي، وشال أن مستودعات الملابس صغيرة وأنه ما تمش تقيعوش من الملعب قبل انطلاق المباراة، وتابع مفروش ليا مكتب والعديد من الأمور اللي اتفقنا عليها في البداية ما توفراتش يوم المباراة، وإلا بغاونا نلعبو هنا مجددا فخاصهم يوفروا لنا الظروف الملائمة. وضاف زامباور أن العديد من مرافق ملعب العبدي ما كتلاقش مباريات فريق كيلعب في القسم الأول وكينافس على لقب الدوري الاحترافي، وهي تصريحات اللي حرجت بودريقة واللي لقى نفسه ملزم بالاتصال بمسؤولي الدفاع الحسني الجديدي والاعتذار منهم. وطلب بودريقة من زامباور عدم الخوض في أمور أخرى بعيدة عن التفاصيل التقنية لمباريات الرجاء مستقبلا تفاديا لأي مشاكل، خاصة أن الفريق الأخضر كيلقى صعوبة كبيرة في إيجاد ملاعب لاستقبال مبارياته. الشاوي بودريقة أكد لينا أننا مستمرين مع الرجاء، وإذا كان شي واحد كيروج لإشاعات الانفصال عن النادي فهذه حاجة كتخصو. وحل معاد الشاوي مدير شركة سامفوني المسؤول على التسويق الرقمي لحسابات فريق الرجاء الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي ضيف على راديو سبور ماروك من أجل توضيح علاقته بالنادي بعد ما تم ترويج خبر فسخ التعاقد بين الطرفين، وكذلك تصحيح بعض المغالطات اللي تم ترويجها اليوم حسب ما جا في تصريحاته. وقال الشاوي: تلاقينا مع السيد محمد بودريقة بزاف ديال المرات وأكد لنا على استمرار العمل المشترك بيناتنا، وإذا كان شي واحد كيروج هذه الإشاعات هذه حاجة كتخصو، حنا كنعرفوا الممثل القانوني للنادي اللي هو الرئيس. وضاف المتحدث نفسه: حاليا كاين اجواء عمل مزيانه مقارنه مع الموسم الماضي وكاين تواصل ومع من نهضروا، وهذا الشيء ما كانش فتره البدراوي اللي عانينا فيها بزاف وتم رفض العديد من العروض اللي كان ممكن النادي يستافد منها ماديا من خلال الاعلان على الحسابات الرسميه، وللاسف الرفض كان بدون مبرر. وختم الشاوي حديثه بالقول: حنا في سامفوني ما كانتش مهمتنا فقط التسويق الرقمي، وانما في عهد البدراوي قمنا بتصميم ديزاينات الاقمصه وكنا المشرفين على
كل التفاصيل بدون مقابل مادي. وحتى في الفتره الحاليه خدينا على عاتقنا مهمه شبه مستحيله، وهي تجهيز الاقمصه للفريق في مده ما كتعداش 4 ايام، وقدرنا نعطيو النادي افضل نسخه منها وايضا بدون مقابل. فيتسو موسيماني ينتقد طريقة اختيار الأندية المشاركة في الدوري الإفريقي السوبر ليج، وخصوصا عدم مشاركة الرجاء والزمالك. واعتبر فيتسو موسيماني المدرب السابق للأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي أن السوبر ليج مسابقة عادية وغير تابعة للكاف، وشعل أنها مهمة فقط من الناحية المادية، بحيث قال في ندوة صحفية مع جمعية صحفية كرة القدم الجنوب إفريقيين أن الدوري الإفريقي مجرد مسابقة وماشي تابع للكاف، وإنما مسابقة كتختار منها 8 الفرق من 54 بلد. والشيء الوحيد اللي عجبني فيها حقا هو الجوانب المادية اللي غتقوي الأندية، هذا كل شيء. كيفاش كيتم دعوة الفرق لهذه المسابقة؟ حقيقة ما كنعرفش، حاول التحقق من ذلك واش هي فعلا النقاط المحصل عليها أم الكاف اللي كيحدد ذلك. أنا كنعتقد أنه كاين أندية أخرى بحال فريق الرجاء، أنا كنعطي مثال فقط، فكاين أندية عديدة كتملك نقاط في التنقيط الخاص التراكمي في السنوات الأخيرة للكاف، هذه إلا كانت النقاط هي اللي كتسمح لك بالمشاركة في هذه المسابقة. ماديا نعم المسابقة نجحت، لكن بالنسبة للعوامل الأخرى فهنا ما نقدرش نحدد. الرجاء فريق كبير والزمالك أيضا فريق كبير، لكن إلا قمتي بوضع نادي سامبا قبلهم فهذه قصة أخرى. الرجاء يخلي مقره بالوازيس ويسلمه للسلطات المحلية، وواصل فريق الرجاء الرياضي إخلاء مقره بالوازيس بالدار البيضاء من أمتعة ومعدات النقل لمقر أكاديميته بوسكورة، بحيث كيسارع الفريق نقل جميع أمتعته في مدة ما كتعداش 7 أيام، التزامه مع السلطات مدينة الدار البيضاء لتسليم الملعب بجميع مرافقه قصد شروع الشركة المكلفة بإعادة إصلاحه وترميمه من أجل توظيفه لإجراء تدريب الفرق المشاركة في الكان المقبل اللي غيحتضنوا المغرب. وكان المكتب المسير لفريق الرجاء قرر هدم مركب الوازيس كاملا بهدف بناءه بصيغة جديدة توفر فيها المعايير الدولية، بحيث كان بودريقة عقد سلسلة من الاجتماعات مع السلطات المحلية قصد الحصول على ترخيص لهدم معلمات نادي الرجاء، خصوصا أن مركب الوازيس كيدخل ضمن مشروع تهيئة 8 ملاعب بالدار البيضاء اللي غيشرف عليها مجلس المدينة. كان هذا آخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا. Oh,